بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على محاضرة البريفنتيف والانترسبتيف اورثودونتكس. الايديال بتاع الاورثودونتك سيرفيس بيبقى ثلاث حاجات: يا اما بنعمل بريفنشن للمال اوكلوجن 10%، يا اما بنعمل بارشل كوركتيف بحوالي 25%، يا اما بنعمل كوركشن للمال اوكلوجن بحوالي 45%. يعني ايه preventive orthodontics؟ preventive orthodontics هو any procedures undertaken for early removal the possible causes of future malocclusion and maintain an occlusion which is normal. يعني اي procedure بنقدر نعمله عشان نمنع للسبب اللي ممكن يعمل مستقبلا malocclusion وبيحافظ على الاوكلوجن ان هو يبقى. عشان كده ان دايما دكاتره الاسنان بيقولوا ان احنا كل ما بنشوف الحاله بدري كل ما بيكون حلها سهل وبنعرف نحلها. ده البريفنشن اورثودونتكس ده غالبا بيكون في الليت برايمري وفي الميكسد دنتيشن، بيكون في الليت برايمري والميكسد دنتيشن. مين اللي بيعمله؟ ممكن يعمله الجنرال دنتست العادي خالص من غير اورثودونتكس. البريفنتيف اورثودونتكس ده بيشمل اربع حاجات: يا اما بيعمل كير للجنرال هيلث، يا اما بنعمل كير للسيدوس دنتيشن، يا اما بنعمل كير للبيرمنت دنتيشن، يا اما بنعمل بريفنشن للهابتس. لو جينا نعمل نتكلم على اول حاجه اللي هو الكير للجنرال هيلث، اول حاجه البريست فيدنج طبعا بيبقى احسن من الارتفيشال فيدنج، المانيوتريشن، الجانك فود، الشيبس، الكلام ده كله المفروض ان احنا ما ياكلوش، والنسا الباسج المفروض ان هو يكون فري، وبنعمل early management للcraniofacial disorders. الكير بتاع التيدوس دنتيشن اول حاجة ان احنا بنعمل good oral hygiene، ان احنا بنعلم الطفل ازاي يغسل سنانه. لما اجي اعمل كير للسيدوس دنتيشن عن طريق ان انا اعمل اول حاجه احنا قلنا الاورال هايجين، والاورال هايجين عن طريق ان احنا بنعلم الطفل ازاي يقدر يغسل سنانه. تاني حاجه ان انا بعمل بريفنشن للكيريز عن طريق ثلاث حاجات: اول حاجه عن طريق الدايت، ان انا بمنع عنه جاك فود، الشيبس والسويتس والكلام ده كله. تاني حاجه ان انا اعمل فلوريديشن عن طريق فلورايد ابلكيشن. تالت حاجة إن أنا بعمل حاجة اسمها بروفيلاكتيف أوبرتيف دنتستري، يعني عن طريق تلات حاجات: بروفيلاكتيف أوبرتيف دنتستري، وعن طريق إن أنا أعمل فولوريديشن، وعن طريق إن أنا أمنع عنه الجانك فود والدايت اللي هي الشيبس والشوكولات والكلام ده كله. قلت لكم أهو شايفين إن أنا بمنع عنه الشيبس والجانك فود والحاجات دي، ونقدر نديله الفواكه والخضروات إنها بتبقى مفيدة أكتر، وبتساعدنا إن أنا بقدر أعمل بريفنشن للكيرز. تالت حاجة في الكير تيدوس دنتيشن اللي هي بتبقى السبيس مينتينر. البيست سبيس مينتينر هو التيدوس توث، يعني هي أحسن سبيس مينتينر إن أنا أحافظ على التيدوس توث. طيب إيه الحالات اللي أنا بقدر أعمل فيها أستخدم فيها سبيس مينتينر؟ لما يبقى الإكستراكشن إذا ماست، لما يبقى السنة ما ينفعش إن أنا أقدر أعمل فيها أي ريبير، أو لما يكون عندنا في مور ذان 6 مانثس بيفور اوبشن سكسس، يعني انا خلعت مثلا الاي وفاضل حوالي سنه او سنه ونص اكتر من 6 شهور يعني ان انا يطلع الفايف، ففي الحاله دي بقدر اعمل ايه اس بي. احب اعمل طيب لو انا جيت اتكلمت على البريماتور لوست البرايمريتيز بسبب ان حالات بيكون عندي نيرسينج بوتر كيرز، هل في الحالات دي بيكون انا خايف ان يحصل سبيس لوست؟ لا، ما بكونش خايف. طيب ليه؟ اما انا لما انا ما بكونش خايف ان يحصل سبيس لوست، بعمل سبيس مينتينر ليه؟ عشان الاستاتكس، عشان الطفل ما يبقاش يعني يبقى شكله كويس. فبنقدر نعمل زي ما انتم شايفين، ممكن احط اتنين باند واير وبعلق عليهم اربعه انتيريوز او بارشال دنشر عشان نحسن الاستاتكس بتاع الطفل، لكن ما بنكونش خايفين ان يحصل ايه سبيس لوست. طيب لو انا جيت اتكلمت على البريماتور لوس للبرايمري ديسيد وسمول، يكون في عندنا حاجتين: يا اما بعرف استخدم باند اند لوب سبيس مينتينر، او ستانلس ستيل كراون اند لوب سبيس مينتينر زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره. طيب لو انا جيت
اتكلمت على الـ premature loss للـ second deciduous molar. هنا بيختلف بقى لو بعد eruption للـ 6 حاجة وقبل eruption للـ 6 حاجة. لو بعد eruption للـ 6 بتبقى أسهل شوية، إن أنا ممكن أقدر أعمل band and group spacemaking. طيب بحط باند على ال 4 او باند على ال 6 وبعمل ايه؟ سبيسمنت. طب افرض ال 6 ما طلعش، بنعمل حاجه اسمها ديستال شو سبيس مينتينر. ديستال شو سبيس مينتينر ان انا بعمل باند على الباند على الدي وبيطلع منه حاجه اسمها ديستال شو نازله بتنزل في الجنب من تحت عند الميزي، عشان ما تخليش ان ال 6 يحصل له ميزة دريفتنج وياخد مكان ال 5. طب افرض انا عندي بريماتور لوس لمالتيبل تيديوس مود، عندي مالتيبل تيديوس مود، ممكن في الماكسيلا بنستخدم حاجه اسمها نانس او ريموفال بارشال دنشر او تي بي اي، وفي الماندبل بنستخدم لينجوال هولدنج ارش. طيب لو انا عندي اوفر ريتيند تيديوس تيس لازم اشيلها؟ لا، بعد ما نتاكد ان في بيرمنت تيس. يبقى انا لو انا اتاكد ان انا عندي حاجه اسمها اوفر ريتين تيدوس تيس بعملها اكستراكشن بعد ما نتاكد ان في بيرمنت تيس. طيب افرض عندي حالات فيها كاسبر انترفيرنس نتيجه للايه؟ فيلير النورمال اتريشن، نقدر نعملها جرايندنج لان دي مستقبلا ممكن تدخلنا في مشاكل اكبر، فالكاسبر انترفيرنس بنشيله لو في عندي فيلير للنورمال اتريشن بنعمل جرايندنج فيه. طيب في كمان حاجة برضو من كير تيتو ديتيشن، حاجة اسمها abnormal resorption pattern. abnormal resorption pattern نتيجة لل space deficiency بيحصل abnormal path of eruption. يبقى نتيجة لل space deficiency بيحصل abnormal path of eruption. أكتر سنان بتتأثر بالكلام ده هما ال C's وال E's اللي بيحصل فيهم إيه؟ abnormal path of eruption للكناين والفايف، فبيحصل الريزوربشن باترن بتاع السي والاي، بيحصل لهم ايه؟ حاجه اسمها اكتر سنان بيحصل لها افكتد في الابنورمال ريزوربشن باترن هم السي والاي. طيب لما نخش بعد كده على الكير بتاع البيرمنت دنتيشن، ازاي اقدر اعمل كير للبيرمنت دنتيشن؟ ان انا بعمل ريستوريشن للايرلي والانبالانسد لوس للبيرمنت. يعني ايه؟ يعني بعمل ريستوريشن بسرعه، يعني في الايرلي سيتويشن انا بقدر اعمل تشيك اب على طول، بقدر اعمل ايه ريستوريشن بسرعه قبل ما يوصل اندو اكستراكشن والكلام ده كله. تاني حاجه في الكير ان انا بقدر اعمل اكستراكشن سوبر نيوميريتيز. لو انا عندي اكستراكشن سوبر لو انا عندي سوبر نيوميريتيز بقدر اعملها اكستراكشن، لان دي ممكن تعوق لي ان اي سنه ممكن تنزل في الايه في الاربشن بتاعها. تالت حاجه، في عندنا حاجة اسمها ectopic eruption. يعني ايه ectopic eruption؟ ectopic eruption يعني malposition of permanent teeth but lead to eruption في wrong place. يعني سنة بتطلع في مكان غلط، زي أكتر سنان بيحصل له ال upper 6 بتطلع مكان ال E's وال lower lateral بتطلع مكان ال C's. خلاص، يبقى ال اكتر سنان بيحصل فيها الابنورمال او الاكتوبيك اربشن upper 6 واللور lateral، فبالتالي بيحصل فيه كراودنج، ممكن الكناين يطلع كراودد او اللور 5 upper كان يطلع ليبيالي او اللور 5 يطلع لينجوال. رابع حاجة في البريفنشن اللي احنا بنعمل بريفنشن الهابتس، الماوث بريثنج. الماوث بريثنج ده بروح لو انا جالي عيان عنده ماوث بريثنج بحاوله اول حاجة الباثولوجي اي ام تي ان هو ايه يشوف له السبب ايه ويشيله له، او لو كان هابيتوال بنحط له اورال سكرين عشان نقدر نمنع ان يحصل مشكلة مستقبلا. طيب الماوث بريثنج ده بيتميز بايه؟ لو انا حصل ماوث بريثنج بيبقى في بروتروجن للابر انتيريور تيس، وفي نارو كونتراكتد ماكسيلري ارش، وفي عندنا هايبرتروفي لللور ليب وهايبوتونيك للابر ليب وانكريزد اوفر بايت و كراودنج للانتيريور تيس، والمولر ريليشن
بتبقى نورمال او ديستو اوكلوجن، يعني بتبقى كلاس 2. تاني هابت اللي هي الثامب ساكينج. الثامب ساكينج بنعتبره نورمال لغايه سن 4 سنين، ما بين 4 سنين وست سنين لو استمر بيديني دنتال افكت. ده ممكن يتصلح لوحده لو العدد، لو العدد الثامب ساكينج دي بطلت، يبقى الثامب ساكينج بنعتبره نورمال لغايه سن 4 سنين. ما بين 4 سنين وست سنين بيعمل دنتال افكت، بيبقى سيلف كوريكت لو انا وقفت العدد دي. بنقدر نمنعه عن طريق ايه؟ ان انا بقنع العيان، ان انا اتناقش معاه واحذره، وانا اول نحط له باندج حاجه نلف حوالين صباعه زي شاش كده عشان يبقى صعب عليه ان هو يمص صباعه، او ان انا اقدر اعمل له نقدر اعمل له تانج جارد. تالت حاجه اللي هي التانج تراست. التانج تراست حاجه اسمها الادابتيف تانج تراست، احسن حاجه يعتمله بيست مانج بالسبيتش ثيرابيست. خلاص لو مش ممكن ممكن نعمله تانج جارد، بيساعدنا ان انا اقدر اوقف اعاده الايه التانج. في عندنا حاجه اسمها هايبرتونيك ليب. هايبرتونيك ليب دي الليب دي بتبقى هايبر قوي، بحيث ان خصوصا في اللور ليب ممكن تعمل ريتروكلاينيشن للور انتيريور، وبتقدر وممكن تعمل لي كراودنج. فبنستخدم حاجه اسمها ليب بامبر زي ما انتم شايفين في الصوره، بيبقى عباره عن 2 باند في اللور 6 وبيطلع منهم واير، ومن الواير ده بعيد شويه عن اللور انتيريور بحته بلاستيكه كده اسمها ليب بامبر، بتشيل البريشر بتاع الليب عن السنان. فبالتالي السنان ما يقدرش، ما بيحصلهاش ريتروكلاينيشن ولا يتحصل يتعمل لها ايه كراودنج. السنان لو حصل لها ريتروكلاينيشن بيحصل لها كراودنج. لو جينا اتكلمنا على تاني حاجة اللي هي الانترسبتيف اورثودونتكس، ايه الديفينيشن بتاعها؟ defined as that phase of the science and the art of orthodontics employed to recognize and eliminate the potential irregularity and the malposition of the developing dentofacial complex. يعني ايه؟ يعني ان احنا بنقدر نعتمد على ان احنا نعمل ريكوجنايز واليمينيت البوتنشال irregularities اللي حصلت، الحاجات البسيطه اللي حصلت، والمال بوزيشن للديفلوبمنت دنتوفيشال كومبلكس. هي مش زي البريفنتيف انترسبتيف، يعني بنتدخل عند الوقت اللي المال اوكلوجن اوريدي ديفلوبد او از ديفلوبينج. يعني هي البريفنتيف بنمنع السبب اللي ممكن يمنع يعمل مال اوكلوجن. الانترسبتيف لا مختلف، احنا بنتدخل لما تكون المال اوكلوجن اوريدي ديفلوب او از ديفلوبينج، لسه بينمو، لسه في مرحله ان هو بيحصل له ديفلوبينج. فعشان كده الانترسبتيف اورثودونتيك بيزيكالي ريفيرز تو ميجر الاندرتيكنج تو بريفنت البوتنشال مال اوكلوجن من بروجريشن. يبقى هو البريفنتيف بنمنع عشان ما يحصلش مال اوكلوجن، لكن الانترسبتيف بيتدخل عشان ما يحصلش مور بروجريسنج لسيفير 1. الانترسبتيف اورثودونتكس ده بيشمل حوالي 7 حاجات. اول حاجه السيريال اكستراكشن، تاني حاجه الكوركشن لديفلوبينج كروس بايت، تالت حاجه كنترول للابنورمال هابت، رابع حاجه السبيس ريجيننج، خامس حاجة المسل اكسرسايز، سادس حاجة انترسبشن للسكيلتال مال ريليشن، سابع حاجة اللي هي اخر حاجة ريموفال للسوفت تيشو اور بوني بارير تو انيبل ايربشن اوف تيث. حاجة اللي هي سيريال اكستراكشن. ايه هو سيريال اكستراكشن؟ ذا بلاند اكستراكشن لسيرتن تيدوس تيث اند ليتر سبيسيفيك بيرمان تيث ان ان اوردرلي sequence and predetermined pattern to guide the eruption the permanent teeth into a more favorable position when one can recognize and anticipate potential irregularities in the dentofacial complex. ببساطة ان انا بعمل extraction ل certain deciduous teeth عشان تطلع certain specific permanent teeth عشان اشيلها وتطلع permanent teeth مكانها. يعني معنى كده انا مثلا اخلع لو انا في كراودنج اخلع السي وبعدين اخلع الدي وبعدين الفور ينزل، اخلع الفور يروح القناين ناس. هنشرحها واحده واحده. امتى اقول ان انا محتاج اعمل سيريال اكستراكشن؟ لما يكون عندي ارش لينس توث ماتيريال ديسكريبنسي. يعني ايه؟
يعني باجي اقيس الارش لينس وباجي اقيس التوث ماتيريال وسنه سنه واشوف الفرق بينهم. لو لقيت ان التوث ماتيريال اكبر من الارش لينس يبقى معنى كده ان العين ده محتاج اعمل سيريال اكستراكشن، يعني نشيل يونتس عشان الباقي السنان يطلع في مكانه. يعني اكتشفت مثلا ان الاوضه اللي انا عايش فيها مثلا تستحمل 5 واللي موجود فيها 6، فبشيلهم عشان الخمسه يترتبوا يبقوا كويسين. يبقى اول حاجه الارش لينس توث ماتيريال ديسكريبنسي، لو التوث ماتيريال اكبر من الارش لينس بعد العمل اكستراكشن. تاني حاجه، حاجه اسمها فيسيولوجيك توث موفمنت. ايه هو الفيسيولوجيك توث موفمنت ده؟ ان انا بعمل ريموفال لسام تيس عشان نعمل let the rest of the teeth which are erupting to be guided by natural forces للاكستراكشن سبيس. ان انا بعد ما بعمل الاكستراكشن ده التوث نفسها اللي بتطلع بتبقى guided بالناتشرال فورس للاكستراكشن سبيس، بتبقى خلاص زي ما انا قلت لكم لو انا خلعت الفور بخلع الفور فالكنان اوتوماتيكال بينزل اللي هو بيحصل له اوبشن لسه بينزل في الاكستراكشن سبيس بتاع الفور. الانديكيشن بتاع الستيريال اكستراكشن، اول حاجه كلاس 1 مالوكلوجن، يعني ما بيكونش فيه بيكون في هارم بين السكيلتال والماسكولار باترن، يعني ما ينفعش اعمل سيريال اكستراكشن في حاله كلاس 2 او كلاس 3 سكيلتال. تاني حاجه من الانديكيشن بتاع السيريال اكستراكشن ان انا بيكون عندي ارش لينث سكريبت، زي ما انا قلت ان التوث ماتيريال بتكون حجمها اكبر من الارش لينث، فبالتالي هيكون في كراودنج مستقبلا، فانا من الاول بشيل يونتس عشان اخلي التوث تنزل في مكانها. تالت حاجه لما يكون عندي الجروث از نوت انف عشان يوفركم الديسكريبنسي بين التوث ماتيريال والبيزل بول، يعني زي ما احنا كنا خدنا في النورمال اوكلوجن في حاجه اسمها انتر كاناين ويدث وفي حاجه اسمها انتر بريمونر ويدث وفي حاجه اسمها انتر مولر ويدث. ولو الجروث ده مش كفايه ان يديني سبيس عشان نتغلب على الديسكريبنسي ما بين التوث ماتيريال والبيزل بون، فخلاص انا كده مهما الجروث خلاص مش هي مفيش سبيس تاني هيجيلي، فبالتالي لازم انا الجا ان انا اشيل يونتس من الاسنان. رابع حاجه ان العيان بيكون عنده ستريت بروفايل وبليزنج ابيرنس، ما يكونش عنده مثلا كونكيف بروفايل او كونفكس بروفايل، فبالتالي دي الحالات اللي انا اقدر اعمل فيها انديكيشن ستيريو اكستراكشن. عندي بلس 1 الارش لينس بيكون ديفيشنسي، الجروس مش كفايه، العيان البروفايل بتاعه ستريت وشكله كويس مش محتاج ايه لا هو كونفكس بروفايل ولا كونكيف بروفايل. ايه الحالات الكونترا انديكيشن اللي انا ما ينفعش اعمل فيها ستيريو اكستراكشن؟ لما يكون عندي كلاس 2 وكلاس 3 مال اوكلوجن في عندي سكيلز الابنورمالز، يعني الماكسيلا بارزه او الماندبل بارز، ففي الحالات دي السيلا اكستراكشن مش كونترا انديكيتد. الحالات اللي بيكون في عندي سبيسنج طبعا ما ينفعش ان انا اقدر اعمل سيلا اكستراكشن لان اوريدي عندي سبيس. الحالات اللي فيها انودونشيا او اوليجودونشيا، الحالات اللي بيكون فيها اوبن بايت وديب بايت ما ينفعش اعمل فيها، لما يكون عندي ميد لاين دايس تمام، لما يكون عندي حاله كلاس 1 بس السبيس ديفيشنسي قليل قوي 2 مللي ولا حاجه برضه ما ينفعش اعمل سيريال اكستراكشن. السيريال اكستراكشن بشيل 4 بريمولرز فبتديني سبيس كتير. لما يكون الان ايربتد مارك فورمد تيس، يعني يكون عندي دايلاسيريشن. لما يكون عندي مثلا كمان السكس بادي ديكيت فانا ممكن اخلعه مستقبلا، فليه اخسر سنان فورس في الاول. لما يكون عندي عندي مايل ديسبروبورشن ما بين الارش لينس والتوس ماتيريال ممكن اقدر اعمله بالبروتون ستريبنج، يعني مثلا لو لقيت السبيس ديفيشنسي 2 3 4 مللي فما ينفعش اعمل سيريال اكستراكشن. في الحالات دي بقدر استخدم ستريبنج. ستريبنج ده عباره عن ورق صنفره كده بتشيل بين الاسنان وبتديني سبيس مثلا ربع مللي من كل سايد من ربع مللي من كل سيرفيس. لكن السير اكستراكشن ده بيديني سبيس كتير، لو انا عندي سبيس ديفيشنسي مثلا 8 9 10 مللي 10 مللي مثلا، ففي الحاله دي خلاص بطلع ارجع لان انا اعمل سير. ازاي البروسيجر بتاع السير اكستراكشن ده؟ في عندنا ثلاثه ميثود، في عندنا الديولز ميثود، في عندنا تويدز ميثود، في عندي نانس ميثود. الديولز ميثود ثلاثه ستيبس، ان انا بخلع السي عن 8 9 سنين، وبعدين بخلع الدي عن 10 سنين، وبعدين بخلع الفور فالكاناين بينز.
التويدز ميثود ان انا بخلع الدي عن 8 سنين وبعدين بخلع الفور والسي وروح القناه الناس نفس التويدز هما تقريبا، يعني الفكره كلها ان انا بخلع السي وبخلع الدي، الفور ينزل القناه الرابتنج فورس بتاعته بينزل مكان الفور. طيب لو انا جيت عندي في حاجه اسمها ديفلوبد انتيريور كروس بايت، ايه هي الانتيريور كروس بايت؟ الانتيريور كروس بايت هي كونديشن كاركترايز باي ريفرس اوفر جيت وير ان وان اور مور ماكسيلري انتيريور تيس ار ان لينجوال ريليشن للمانديبولار تيس. يعني العيان بيكون عنده انتيريور كروس بايت لما يكون سنه او اكتر من سنه للماكسيلري تيس لينجوال للمانديبولار تيس. المفروض ان احنا نعالجها انترسبتد وتريتد في الايرلي ستيج عشان نمنع الاورثودونتال بروبلمز اللي هت يعني دي ماينور اورثودونتال بروبلمز، لو انا ما عالجتهاش هتخش في ميجور انها ممكن تاثر لي بيريدونتالي على اللور انتيريور تيس او ممكن تقلب الحاله تبقى سكيليتال، العين اللي على طول بيبقى سكيليتال كلاس 3. عشان كده البيست تايم تو تريت الكروس بايت از ذا فيرست تايم ات سين، يعني اول ما اشوفها لازم اعالجها ايا كان، يا اما الموضوع هيبقى ورث اكتر من يتقلب في تبقى سكيليتال زي ما انتم شايفين اهو في الصوره. دي الحاله اللي عندي انتيريور كروس بايت الموزيلري تي سبيلينج وان بوزيشن من المانديبولر، لازم نعالجها بسرعه عشان لو ما عالجناهاش الاسنان هتبقى الحاله هتقلب سكيليتال كروس بايت وتخش في كلاس 3 سكيليتال، وبرده بتاثر بيريدونتال على اللور انتيريور تي. عندنا الكروس بايت ده ثلاث انواع، عندنا حاجه اسمها دينتو الفر انتيريو كروس بايت لما يبقى 1 اوف اور مور ماكسيلري انتيريو تيس في لينجوال ريليشن 1 اور مور ماكسيلري انتيريو تيس ار ان لينجوال ريليشن مانديبولار تيس. دي بتتعالج بان انا استخدم تانج بليدز او تانج بليدز اللي هو بتاع دكاتره الاطفال ده اللي حته العصايه الخشب خلاص عشان اقدر اعمل فورورد موفمنت للانتيريو، او نستخدم ريموفبل ابلاينس مع دبل سبرينج بيعمل لهم بينطرهم للبره كده. تاني عندنا حاجه اسمها فانكشن انتيريور كروس بايت. لو انا عندي بريماتور كونتاكت في السيز فانا العيان بيرتاح ان هو بيقلب بقه لقدام، ده بنسميه سودو كلاس 3. ده بنعالجه ازاي؟ ان انا بقى اشيل الايه الاوكلوزر بريماتورز دي عشان ما تقلبش برده تبقى ترو سكيلتال كروس بايت. تالت حاجه اللي هي السكيلتال انتيريور كروس بايت، لو انا جالي عيان سكيلتال انتيريور كروس بايت بعالجه برضو في السن الصغير ده بماي فانكشنال ابلاينس زي فرانكل مثلا او اورثوبيديك ابلاينس زي تشين كاب او فيس ماسك. لو جينا اتكلمت بعد كده على الانترسبشن للهابتس، الهابتس ريفيرز لسيرتن اكشن انفولفينج ذا تيس اند other oral or perioral structure which are repeated often enough by some patient to have a profound and deleterious effect on the position of teeth and occlusion. يعني عادة بنكررها بتأثر على السنان والمسلز حواليها، بتتكرر بتأثر على السنان والأوكلوجن. الثلاث هابس اللي معروفين عندنا في الأورثو يا إما thumb sucking يا اما تانك ثراست يا اما الماوث بريثنج. الثامب ساكينج لغايه سنتين ونص ثلاث سنين بنعتبره نورمال، لو بعد اربع سنين بيكون عنده دامجنج افكت فمفروض ان احنا نتدخل بان احنا بنحط له هابت بريكنج ابلاينس. هابت بريكنج ابلاينس ده بيكون يا اما ريموفبل يا اما فيكسد، وغالبا بيكون التانجارد. طيب ده التانك ثراست. تاني حاجة في الباد هابتس ايه حالة التانك ثراست دي؟ التانك ثراست دي ان التانك ميك كونتاكت مع اي انتيريور تيس يعني بيزق الانتيريور تيس لقدام اثناء السولونج، ممكن يسبب لي اوبن بايت وبيسبب لي انتيريور بروكلاينيشن لل الانتيريور تيس. برضه بنعالجه ازاي؟ ان انا بعالجه بان انا بعمل هابت بريكنج ابلاينس. هابت بريكنج ابلاينس ده يا اما ممكن يكون فيكسد او يكون
لو جينا اتكلمنا عن الماوث بريثنج، الماوث بريثنج ده بيبقى يا اما بيبقى اوبستراكتيف نيزل بولبس، يا اما تيومر، يا اما انفلاميشن، يا اما ديفييتد سيبتا. ساعات النيزل الماوث بريثنج ده بيبقى هابيتوال، يعني الهبه بتفضل موجوده حتى بعد ما نشيل ايه الاوبستراكشن ده. ممكن طبعا الماوس بريثنج ده برضو يبقى بيعمل لي في شيب بالات، وبيعمل لي بوستيريو كروس بايت، وبيعمل لي اوبن بايت والكلام ده كله. برضو بنعالجه ان احنا بنعمل حاجه اسمها فيستيبولار سكرين او اورال سكرين، زي ما انتم شايفين بتبقى عباره عن حته بلاستيك واخد القفله خالص البق من قدام الانتيريور تيس ابر ولور، دي بتمنع ان العيان تبطل عنده الهابتس بتاعت اللي هي الايه الماوس بريد. بعد كده بنتكلم على السبيس ريجيننج. امتى بنعمل سبيس ريجيننج؟ لما بيحصل عندي اير لوس للبرايمري مولر والفيلير وما بنستخدمش سبيس مينتينر، ده بيؤدي ان هيحصل ايه؟ بيحصل ريدكشن في الارش لينث بالميزيال موفمنت بتاعت الفيرست بيرمننت مولر. ازاي بنعمل سبيس ريجيننج؟ السبيس ريجيننج بنعمله ان بنعمل ديستال موفمنت للفيرست مولر، ده كل ما اتعمل بدري وكل ما يكون احسن قبل ما يحصل اوبشن للايه للسكند مولر اللي هو السيفن. الكومنلي يوز سبيس ريجينر ثلاث حاجات، حاجه اسمها جيربرز سبيس ريجينر، وفي حاجه اسمها جاك سكرو، وفي حاجه اسمها كانتيليفر سبرينج. الجيربرز سبيس ريجينر زي ما انتم شايفين عباره عن يوتيوب كده، وفيها يو رود برضه. اوكي، الرد بيخش داخل التيوب، وفي اكتيفيتد سبرينج في الفري اند بتزق الايه بتزق السكس بتزق السكس ايه الديستال عشان يحصل سبيس ريجيننج. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها جاك سكرو. جاك سكرو ده عباره عن موفبل ابلاينس، بيبقى فيه سكرو ده بنحطه في الحته الفاضيه دي كده، بتزق الميزل 6 بتزق السكس بتزق السكس الديستال، بتعمل سبيس ريجيننج، بتفتح السبيس تاني وريتنشن بقى فيه ادم كاسب. في غير بدل هو نفسه، بس بدل ما نحط سكرو بنحط حاجه اسمها كانتليفر سبرينج. الاثنين دول بيبقوا ريموفبل ابلاينس، بيقدر يعمل سبيس ريجيننج، بيعمل ديستال موفمنت للسكس، بس اهم حاجه ان ما يكونش السيفن طلع. عندنا حاجه اسمها ماسل اكسرسايز. ازاي يعني بعمل ماسل اكسرسايز؟ بتساعدني في ايه الماسل اكسرسايز ده؟ بتساعدني ديفلوبنج، بتعمل امبروفنج لابيرنت ماسل فانكشن. يعني ازاي اقدر اعمل ازود الاكشن او ازود اكسرسايز الماسيتر ماسل؟ الماسيتر ماسل بعمل كرينشنج للتيس، وانا بعد لغايه 10، يعني بعمل كرينشنج للتيس وايل كاونتنج تيل 10. اوكي، اللبس في عندنا ممكن اقدر اعمل ستريتشنج للابر ليب. ازاي ليه اعمل ستريتشنج للابر ليب؟ عشان احافظ على الليب سيل. ازاي بقدر اعمل ان انا بقدر اعمل بيبر مي هيلد ما بين الابر، بعمل لها هولد ما بين الابر واللور ليب للهايبوتونيك ليب بيشنت. يبقى عندي الهايبوتونيك ليب بيشنت عشان اقدر اعمل ستريتشنج للابر ليب، بثبت بيبر بين الابر واللور ليب، فدي عشان تقدر بعد كده ايه تعمل لي لبسيل عشان اقدر احافظ على اللبسيل. تاني حاجه ممكن اقدر اعمل ستريتشنج الابر ليب داون وورد توورد التشين. اوكي، تالت حاجه ممكن اعمل هولد وبامب ووتر باك وفورث بهايند ليب، يعني ايه ادفعهم لقدام لورا بهايند اللبس. ورابع حاجه ممكن اقدر اعمل مساجنج بالنسبه للتانج، في عندنا حاجه اسمها تانج هولد اكسرسايز. ان انا مثلا لو انا عندي عيان عنده تانج ثراست، وانا بعد ما علمته ازاي يقدر يبلع عشان ما يعملش اوبن بايت ويعمل بوشنج للفورورد انتيريور تيس، بثبت باجي مثلا اجيب بونبونية او حاجه بثبتها ما بين التانج وما بين البالت واخليه يبلع ريقه اوتوماتيك كده، تانج اكسرسايز عشان اقدر ايه امنع التانج انه يحصل يعمل تانج ثراست.
يعني بجيب التانج بحط البونبوني او قرص نعناع مثلا، بيت واخليه يزقه ما بين التانج وما بين البلل ويبلع ريقه اوتوماتيك كده، التانج يحصل له اكسرسايز ما يعملش تاني ايه تانج سرعة. طيب ازاي اقدر اعمل انترسبشن للسكيلتال مارليشن؟ المارليشن ده الحاله الكلاس 2، حاله الكلاس 2 ممكن تبقى اكسس ماكسيلري او ديفيشنت ماندبل، اكسس ماكسيلري جروس او ديفيشنت ماندبل جروس. الاكسس ماكسيلري جروس بنقدر نعمل سترين الجروس عن طريق الفيس بو والهيد جير، الديفيشنت ماندبل عن طريق الماي فانكشن ابلاينز، او ممكن استخدم الاثنين في حالات الكلاس 2 ماي فانكشن ابلاينز زي التوين بلوك او الاكتيفيتور. حالات الكلاس 3 بيكون نتيجه لاما مانديبولار بروجنسيزم، حد بيستخدم تشين كاب، او ماكسيلري ريتروجنسيزم وبيستخدم فيس ماسك او بنستخدم الكوست. يبقى في الانترسبشن بتاع السكيلتال ريليشن كلاس 2 يا اما اكسس ماكسيلا بستخدم هيد جير، يا اما ديفيشنت ماندبل بستخدم ماي فانكشن ابلاينز او بستخدم الاثنين. وفي الانترسبشن بتاع الكلاس 3 بيكون عندنا مانديبولار بروجنسيزم او ماكسيلر ريتروجنسيزم. المانديبولار بروجنسيز بيستخدم تشين كاب، الماكسيلر ريتروجنسيز بيستخدم فيس ماسك او بيستخدم زي ما انتم شايفين في الصوره ده اللي تشين كاب والهيد جير والفيس ماسك. لما نيجي نتكلم بقى عن ريموفال للسوفت تيشو والبولو بارير، لما يحصل فيلير للسنان يحصل لها اراكشن في الوقت المعين، المفروض ان احنا نتدخل سيرجيكال ان احنا نعمل اكسبوجر للجراوند. والاوفر ريتيند برايمري تيست والانكلوزد برايمري تيست والسوبر نيومري تيست دي بتكون بوسيبل كوزز للنار اراكشن بتاع البيرمن. يعني ساعات الاوفر برايمري اوفر ريتيند برايمري تيست او تكون السنه انكلوزد او في سوبر نيومري تيست واقفه في الطريق بتاع الاراكشن بتاع البيرمن فلازم نشيلها. ولما نيجي نشيل سوفت تيشو او بوني المفروض نشيل تقريبا على قد الويدز او اوسع شويه من الويدز بتاع الكراون بتاع السنه اللي هيحصل لها محتاج ان احنا نعملها اكسبوج عشان يحصل لها ايه؟ اراكشن. شكرا ليكم، لو في اي حاجه انتم مش فاهمينها انا منضم معاكم على الجروب وانا معاكم وربنا يوفقكم. شكرا يا فندم.